العلاقات ديالك، لان تبارك الله هذا الجيل هذا سلامته دراري قافزين، دراري كتلقاه صغير ماشي بحال حنا. كنتي باقي تتعلم تمشى حتى توصل 9 سنين عاد تتمشى كترجع بالزوله. هادو الدراري كيتزاد قاف دري صغير صاحبي كيطير. حنا الكمبيوتر كنتي كتشوفو تتخرج الجامعه كتسحبوها خاصه للسيونتيفيك كتخاف تشعلو. عليكم السلام. هاد الجيل هذا قابل خاصو غير يعرف الماضي، يعرف مقاومتك مغربي ان شاء الله يكون الخير والله، وخا تكون فين ما تزدتي. المغاربه عندهم واحد فيهم واحد الثقافه ديال التسامح، كيتخاصمو الجيران على قبل الدراري الصغار. والله يا امريكي كتزايد معاه على طفايه كيجي في التيتيري باشر يقصر راسو. حنا المغربي واخا ضرب الزراوط ما كتقول حدا عندك درت الودان الخوذ، كتضربو واحد العصا ولا شطابه درت الودان نشرو. ما كتضربو كتقيس كتعرف بان راه ما عندناش هذاك سميتها ولا ديك المتعه ديال الجرائم كيناش. فهذه هي طبيعه الانسان الامازيغي ولا تكون. لان شفت واحد البرنامج، سمعت واحد البرنامج على اخواني تاع طنجه ولا كي خاصه المهاجرين اللي داخلين المغرب واللي ساكنين بالليل. واحد المراه دخلت قريبا لتطوان قالت لي انا في باريس، انا جايه من باريس. قال لها شحال انت في باريس؟ قالت لي 40 ساعه هي ديال المهاجرين. وهي تقول ليه قال لها فينا هو الراجل كاين حدا؟ قالت لي راجلي الله يرحمه. قالت لي راجلي الله يرحمه راه عندي الدراري واحد السيد خويا سايق بينا اش ما يخليهاش تهضر في التليفون اذا هي سايقه. ويقول لها اشنا هما التغيرات ملي شحال كندخل للمغرب؟ قالت لي شهرين. كندخل للمغرب جوج مرات في شهرين فهمتي؟ كتسمعوني الاخوان. ويقول لها واش كتشاهدي شي تغيير في الشمال منزجات وداك الشيء؟ قالت ليه كاينه الغمره. اسمعونا هو دابا سولها على محمد السادس اهتم بالشمال والمشاريع. قالت لي كاينه الغبره ملي كندخلو كاينه شويه الغبره. قال لي راه ماشي هادشي اللي قصدت انا الخوت. قال لي راه ماشي هي. تقول لي هي تعيق شي واحد واقيلا قال لها هذاك خوها. قال لي افهم. قالت لي عاش الملك عاش سيدنا والله يجعل يحفظه كما حافظ الذكر الحكيم. وبدات تسمع وهي تقول يقول لها فين انت دابا؟ قالت لي راه قرب دابا ناكل الشواء والقطبان القطبان والكفته. اخا جاتني البكيه والله على جاتني البكيه. شوف الغريب يا اخا كي داير. قالت لي راه قريبا دابا غادي نهود نوقفوا نديروا اسكار غنضربوا القطبان والشواء. هذا شوف المغاربه كي داير. عيط واحد مغربي من الطاليان، طاليان من ميلانو. قال لي شحال انت في طاليان؟ قال لي 10 سنين. قال لي اخويا انا النصيحه ديال المغاربه اللي بغاو يخرجوا هاد الاجيال انا بغاو يجيو يخرجوا. ما تقدرش تقنعو تقول ليه لا الطاليان والعنصريه، خاصو هو يجي يجرب. غادي يجرب غادي يرجع للمغرب يمشي يبيع الكاسيطات في السوق. والله يتبيع الكاسيطات، شي الكاسيطات ديال الشيخات وغادي يرتاح. لان بنادم تيشوف برا واحد الفكره خاطئه تيقول غنمشي برا نتلاقى مع شهبه كاين غتا شهبه غادي نشدها نطحنها غادي نزق مجوج بها ونزق مهرية فيا. لأنه غادي هكذا هي الفكره ديال المغرب ياك. ولكن كاين غتا اللي كاين غادي تسناك التاني كاين. فبنادم قال لهم هاد خاين الاذاعه قال لي بهاد الجيل تقول لي لا راه الطالية خايبه ولا الصبادية خايبه، لان كل واحد والظروف ديالو. ولكن قال لهم بغيو يجيو يجرب الحياة الغربة عادي يقدر هو ديك الساعة ياخذ قرار. البلاد ديالنا زوينة ولكن فيها شوية ديال الحوايج الناس ديال الفوق هذوك الفهريين ما دخل السياسة تيضربوا لولادهم هكذا ديال الحكومة. أما البلاد غادي في واحد الطريق زوين وإن شاء الله يكون خير ياك الخوت ياك يكون خير في البلاد ديالنا ترجع تعيش في بلادك. ما بغيناش أخويا يردونا في الصندوق والله العظيم حتى تموت عاد مغاربه يتفرضوا يدفنوك شي روضه المغرب يدفنوك جن. بغينا ندخلوا نشوفوا حتى حنا ما تبقى من بلادنا راه بلادك. هذا كتبقى قضيه المراه راه مدرسه اذا عددتها كما يقول الشاعر احمد شوقي عددت جيلا كاملا اخلاقي حتى في الاسلام. المراه ديالنا نحاول نحيدوا الفساد اللي كاين في المغرب ديال دوك الامارات
الاماراتيين ودوك السواعده وعلي النهياد وارسطو غير على خواتاتنا الامهات ديالنا. اول حاجه نديروها قبل ما تفكروا تاهلوا كاس العالم كره القدم. انا نعطيكم نصيحه الاخوان، غادي تجمعوا اربعه ديال الدراري غادي يدبروا على دريه هذوك صحابات بالتوك هذيك اللي معري على اللاص، وغادي يكري واحد الدار في كازا ولا في شي منطقه، وتمشي تصيد لك واحد صحاب الرزاز هذوك الاماراتي، ودير معاها عندك سارو الدابل ديال الدار، وتخلي الاماراتي تيتعرى تينسى الحوايجو، وتقول لي تشرب قهوه يا حق، تشرب عصير، تمشي للكوزينه تعيط لينا، غادي ندخلو غادي نكتفو الحمار ديال بوب ونديرو في يوتيوب، والله واخا تقول لهم الحوا فابور، والله ما بقى شي واحد يجي للمغرب، وعاش الملك والصحراء المغربيه تكتبالي وتربتو. أجدر لكم الإخوان في هذه الخطة، والله العظيم ما بقى شي واحد جا واخا تقول لي الحوا فابور، خلي مو تنصل دير لي الحقيبة وتحط لي دير مو السيف العنقود، اقسم لي هذاك الشيء اللي عندك في البنكة، اقسم لي العبار ديالك هنايا يا ولد العايرة، وديرها في اليوتيوب، وعاش الملك وعاش محمد السادس وعاش ليلة سلمى. أصدر لكم هذه الطريقة تخدم على الفساد، كونوا رجالة. هذوك صحاب الشذوذ الجنسي هذوك خاصنا نعطيهم مدينة. أنا في النظر يختاروا شي مدينة يديروها ديال الزوامل، يديروك البطاقة الوطنية المهنة زامل، دايرها أمريكان واحد برانس تاون، العامل زامل والباشا زامل، جمعوك وحدهم حلوا هذا المشكل. باش غادي يقضيو عليه، شنو هو اللي يقضيو عليه الاخر؟ يقضيو على الفساد. اول حاجه تولي اختك عندها كرامه، امك عندها كرامه، فهمتيها؟ تولي انت الحبيبه ديالك، تولي هي الزوجه ديالك، هذيك اللي صاحبتي معاها في الكوليج، هذيك الدريه اللي كانت تقرا معاك وكتبقى تلعب معاك الرياضه، تكون هي الزوجه ديالك. كيفاش باش؟ راه قلنا لك باش الاخر نوبيا، راه قلنا لك نسيا نوبيا، نسيا غادي نديرو معاك، غادي نديرو نكريو واحد الدار، نكريو دار بتيت فيلا، وغادي نصيدو، حنا غنديرو بحال القواويل، فهمتي حشاك، غادي نصيد نقودو لك، غادي نقودو لك شي سعودي ولا اماراتي غيجي للدار، خليه تيصل حوايجو، هذيك اللعبة هذيك غادي نبدا تعري ليه، ديك اللعبة ديال دبسي داك الست ايامات، هو غادي يزنطط غيبدا ينصل حوايجو، غينصل حوايجو كولي تشرب عصير يا حق، تمشي للكوزينة عيطي لينا، بيبي لينا، حنا عندنا الدبل، غادي نحلو الباب، غادي نشد أمو وغادي نكتفوه، وغادي نديرو في يوتيوب، فهمتي؟ وغادي نحطو لمو السيف على العنق ويكتب لينا شنو عندك في سني هنا الشيك، سني، فهمتي؟ وتكتب لي حدا ترمتو مكوز، عاش الملك والصحراء المغربية. والله يصلي على سلمى، ونسميو راسنا نعطيو راسنا شي جمعيه شي اسم محاربه الفساد، جمعيه متطوعين مغاربه الحرار لمحاربه الفساد. هاك المايك هاك.